يا مرحبا واهلا وسهلا بيكم في بيت الخاله وافي عليكم. طبعا النهارده انا سعيده جدا باول حلقه ليا على قناه الصحه والجمال، القناه المميزه دايما بالناس اللي شغالين عليها وقائمين على العمل عليها من مصورين ومن جميع الناس عشان ما انساش اي حد. ولكن النهارده انا فرحانه جدا ان انا معاكم، ويا رب ان شاء الله اقدم لكم اكل يكون خفيف ولذيذ زي ما انتم متعودين علينا دايما ان شاء الله. وطبعا اللي شايفني باللوك النهارده لازم خالتي نوسه تطلع بنفس النظام اللي انت شايفاه ده. طيب اول حاجه هنعملها ايه؟ حاجات خفيفه خالص واكلنا وبرنامجنا بيمس الناس اللي هم لسه كمان بيبداوا يتعلموا في المطبخ. هنعمل ايه؟ هنعمل طاجن لسان عصفور بالفراخ. حاجه سهله جدا وهتعجبك خالص ومش هتبقى صعب عليكي ابدا وهتدعيلي. اول حاجه هنعملها ان انا بحط حل على النار سخنه شويه، وبعدين بجيب حته زبده عندي كده وهحمر فيها لسان العصفور اهي بمنتهى البساطه. انا عندي ايه؟ عندي لسان عصفور اهو زي ما انت شايفه، وعندي اوراق دجاج زي ما انت عايزه. ان شاء الله لو عندك اجنحه هتشغليها في الطاجن ده. عندي معلقه صلصه ومعلقتين وشويه حبهان، وعندي مكعبين مرقه علشان يعلي التست معايا ويبقى جميل، وعندي كمان بصلايه. طب هنشوف الخطوات مع بعض ازاي وبحاجات سهله كلها، وهزود كمان حته سمنه مع الزبده علشان انا بحب الدسم شويه. عايزه تحطي زيت حطي زي ما انت عايزه اهو، كمان علشان الزبده بتاعتي ما تتحرقش مني. خلاص كده يبقى انا عملت ايه؟ عملت حته زبده ومعاها حته سمنه، وهبدا ان انا اسيبها هتسيح على النار كده زي ما انت شايفه، وبعدين هتنزلي عليها ايه؟ بلسان العصفور كله اهو، وابدا بقى ان انا ايه احمر بطريقه سهله خالص. طاجن لسان عصفور مش هياخد منك اي وقت ابدا، وهتعملي طاجن لسان عصفور بقى زي الافراح بتاعتنا زمان والحاجات الحلوه اللي كنا بنشوفها في الافراح بتاعتنا واحنا صغيرين اللي ما عادتش موجوده دلوقتي. اول حاجه هجيب بقى البصلايه بتاعتي دي وهقطعها بالطريقه دي كده، هقسمها نصين على بال ما لسان العصفور بتاعي يتحمر معايا. خلاص هعمل ايه بقى؟ هجيب البصلايه كده اقطعها اهو بمنتهى البساطه، حاجه سهله جدا تقدري تعمليها. لو عندك كمان بواقي فراخ ممكن تعمليها كويس جدا اهو اهو. انا هستكفي بايه؟ بنص البصلايه دي عشان بصلايتي مقلبزه زي. خلاص يبقى عملنا ايه؟ حطينا سمنه وزيت يعني ماده دهنيه خلاص على الحله بتاعتي، وهبدا ان انا احط اللسان العصفور وهحمره كويس جدا. هحط النار دي واطيه شويه، نخليها على العاليه دي شويه اهو تمام. هبدا ان انا احمر ايه؟ لسان العصفور اهو. دي رجعت اشتغلت تاني، لا خلينا على دي وخلاص. يلا ها بدل ما احنا محيرين الناس اللي معانا اهو كله تمام كده. ببدا احمر لسان العصفور لغايه ما ياخد اللون الذهبي الحلو ده. ماشي معانا جورج بقى من القاهره، نقول الو يا جورج. ازيك يا شيف؟ والله الصراحه مبسوط جدا ان انت موجوده على الشاشه وبالشكل الجميل ده واكلك الجميل اللي احنا عارفينه واللي بتنشريه في صفحاتك وجروباتك، يعني حاجه ربنا جميله يخليك. جدا يا شيف، شكرا لك وحلقه جميله جدا، واكلك احنا عارفينه ما شاء الله حاجه جميله جدا يعني. ربنا يخليك يا اخويا، رب اكلنا يعجبكم البرنامج. لا ان شاء الله طبعا انت ما بتعمليش حاجه وحشه يا شيف. ربنا يخليك يا جورج، متشكره ليك جدا وشكرا لذوقك وشكرا لكلامك الجميل ده. واحنا بقى هادي يا هادي بنقول بنسمي كده نشوف احنا ننفع ولا ايه. يا رب اكلنا يعجبكم ان شاء الله، ونعمل الحاجات دي بطريقه سهله وطريقه بسيطه. وعايزاكي ما تقلقيش ابدا من شغل المطبخ، ولا انه صعب ولا مش صعب ولا اي حاجه، لا ابدا ما فيش الكلام ده. مع الخاله نوسه كل حاجه بسيطه وكل حاجه سهله وعلى قد ايدينا كمان. هبدا وانا بحمر لسان العصفور علشان الوقت كمان، هبدا ان انا انزل الايه الدبابيس اللي معايا دي. انا عندي وركين اهم، ادي الصفحتين بتاعهم وادي الوركين، وهبدا برضو ان انا انزل بالتشويح كده
اشوحهم بالمره علشان انجز الوقت بتاعي اهو. الو اميره. الو، ازيك يا اميره؟ الحمد لله. ايه يا اميره يا شيف؟ ايه القمر ده يا اميره؟ صوتك جميل ما شاء الله. ايه العسل اللي شايفاه على الشاشه ده؟ ايه اخبارك؟ ايه رايك في الاكل اللي احنا بنعمله ده؟ لا، اكلك جميل بصراحه. ننفع اكلك جميل جدا وانا بحبك جدا. ربنا يخليكي يا اميره، متشكره ليكي جدا وشكرا لذوقك جدا جدا جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. مالكيش اي سؤال يا اميره؟ الو، راحت اميره. اتصلي بينا تاني يا اميره. شكرا لاتصالك يا حبيبه قلبي ومتشكره ليكي جدا وشكرا لذوقك. بعد كده ان انا بقى ايه، بعد ما خلاص بدات ان انا احمر لساني العصفور وبدات ان انا احط عليه الفراخ اللي عندي، عندك اي قطع فراخ بقى اعمليها. انا النهارده جايبه فرخه وطلعت منها طاجن لسان العصفور، وهعمل لك كمان الطبق اللي بعد الفاصل هنعمله من الفراخ برضو. فاحنا هنشوف دلوقتي الوراك والحاجات دي هنعملها في الطاجن بتاع لسان العصفور ونبدا نعمل برضو. يبقى انا عندي فرخه واستفدت بيها، ما جبتش حاجه وخلاص وجبتها بسعر غالي، لا انا جبت فرخه وطلعت منها كذا طبق. تمام. الو، مين معايا؟ الو، ازيك يا ماجي؟ ازيك يا اجمل شيف؟ عامله ايه يا ماجي حبيبتي؟ اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. مبروك. إيه رأيك؟ مبروك على الحلقه. ربنا يخليك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. بعرف اطبخ يا بت. والله ده انت اكلك احلى شيف في الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبتي، عشان اكلك من عندي بس. والله انا طبعا مين يشهد العروسه؟ الخاله نوسه اللي احنا بنحبها وبنروح عشان خاطر ناكل من عندها. ربنا يخليكي يا حبيبتي ويخلي لك ولادك وجوزك يا رب. تسلمي لي يا ماجي، وسعيده جدا باتصالك يا حبيبه قلبي والله. ما تحرمش منك يا قلب اختك. حبيت اهنيكي بالحلقه الجميله بتاعتك والله. ربنا يخليكي يا قلب اختك، ما تحرمش منك ابدا. شكرا ليك يا ماجي. العفو حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، سلامي لكل اللي عندك والله. من عيوني. حاضر. تسلمي يا حبيبتي. انا كده عملت ايه بقى؟ انا كده حمرت لسان العصفور في معلقه سمنه بسيطه خالص اهو، وعملت معاها الفراخ علشان ناخد وقت. بس انت المفروض تحمريها اكتر من كده شويه، يعني عايزه تاخدي لون شويه مفيش مشكله. وبعدين بتنزلي عليها الفراخ، وبعدين بنشوحها تشويحه حلوه وننزل عليها بالبصلايه وكمان الطماطم. هاخد من الطماطم دي معلقه واحده بس، انا مش عايزه اكتر من كده. ماشي. وبعد كده هنزل بايه بقى؟ هنزل ب عندي كمان حبهان، انا احبه جدا مع لسان العصفور اهو، حبهان. طبعا ممكن تعديهم علشان تبقي تطلعيهم، لان هو لما بينزل تحت الدرس في ناس كتير قوي مش بتحبه ومش بتفضله، وانا منهم يعني. تمام. يبقى الوصفه سهله خالص اهو. وعندي مكعبين المرقه علشان يعلوا التست سنه. مدام همت. ايوه معاكي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا شيف نوس؟ قلب اختك. ازيك، عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله، الف مبروك. الله يبارك في عمرك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا، كتر الف خيرك. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجايه تكون احسن من السنه دي كتير ان شاء الله يا رب. وحضرتك بالصحه والسلامه. ممكن اطلب من حضرتك طريقه مخلل الزيتون؟ اتفضلي، تحت امرك، عينيا الاثنين. حاضر حاضر، شكرا ليكي يا همت جدا على اتصالك يا حبيبتي، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. ويا رب يكون المعلومه اللي احنا بنقولها تكون سهله وبسيطه وجميله، ونقدر ان احنا نوصل اللي احنا عايزين نقوله بمنتهى البساطه. طيب، بعد ما عملنا بقى لسان العصفور عيد تاني وتالت ورابع، عشان الولاد الصغيرين لسه بيدخلوا، البنات الحلوين اللي بيدخلوا المطبخ لازم يعرفوا ان الاكل ده اسهل حاجه واحلى حاجه. حمرنا لسان العصفور في حته سمنه وزبده، وعايزه تحط زيت ماشي، وبعدين بنحط عليها دبابيس الفراخ وبنحط بنشوحها ونعمل بصلايه ومعلقه صلصه، وكمان هحط الميه عندي دلوقتي اهو. طبعا لسان العصفور بياخد ميه كتير شويه عن الرز. تمام. فاهو جميل قوي، علشان كمان الفراخ بتاعتنا تستوي وتبقى جميله. وبعد كده انا هسيبه ياخد مع بعضه بقى، يبقى طاجن لسان عصفور ياخدي تاكلي صوابعك وراه ان شاء الله. اهو حلو جدا اهو. وهسيب الفراخ بقى تستوي مع كل الحاجات اللي عندي دي. خلاص هغطي بقى، فين الغطا يا ولاد؟ اهو
ادي الغطا ما حطيتش ملح. ليه بقى؟ علشان انا مكعبات المرقه على فكره فيها البهارات وفيها الملح بتاعها، فانا مش عايزه ازود لان الكميه اللي عندي دي شويه صغيرين، وانا حطيت 2 مكعب مرقه وانا كده مستكفيه جدا، وهسيبها بقى تغلي وتبكبك مع نفسها، وساعه ما خلاص تبدا تستوي هنقلها في الطاجن وهدخلها الفرن ونشوفه مع بعض. يبقى كده خلصنا اول طبق مع لسان العصفور بالفراخ، وهنشوف الثاني طبق بس بعد الفاصل. فاصل، ما تغيروش المحطه. عملنا ايه؟ عملنا طاجن لسان العصفور اهو، نبص عليه شغال معايا بيبكبك اهو زي الفل. تمام اهو، اغطيه بقى وهرجع بقى اجيب ايه؟ اجيب الزيت عندي على النار. هنشوف نعمل ايه بقى. اول حاجه انا عندي حاجه طبق كده اسمه تشيكن ستريبس، مش هيبقى صعب ابدا. انا جايبه صدور فراخ اهو زي ما انت شايفاها، صدور فراخ من عند الفرارجي، وعاملاها زي الفل اهي، مفصصها لي من العظم ومطلعها لي ومنضفها ومية مية. عندي دقيق، وانت هتقولي انا نقله الدقيق هنا ليه، انا عامله ده وده وهتشوفي انا هعمل ايه دلوقتي. وعندي كمان النشا، وعندي البصل باودر، وعندي فلفل اسود، وتوم باودر، وبيكنج باودر، وعندي الملح. طيب المكونات دي بس كده يا خلانوسه؟ اه هو ده بس، مفيش اي حاجه تاني. طب هنعمل ايه؟ معايا الاستاذه عبير قبل ما نقول اي حاجه. الو، مساء الخير. يا مساء الهنا ومساء السعاده ومساء الفرح حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. ايه اخبارك؟ احنا متفقين على كده، احنا متفقين على حمامه. خلاص الحلقه الجايه ان شاء الله. انا عملت الحمامه قبل كده بس هعمله عشان خاطرك طبعا. هتدفعي ولا ايه؟ حبيب قلبي، متحرمش منك ابدا يا حبيبتي. منوره، ربنا يخليك، ورب التوفيق دايما يا رب، دايما منورانا كده واكلك الجميل. ربنا يخليك يا قلب اختك، ما تحرمش منك ابدا من اتصالك. انا طبعا يعني بجد سعيده جدا ان انا سمعت صوتك حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. قلب اختك، من نجاح لنجاح انت كمان يا رب بالتوفيق. عملنا ايه بقى؟ لميت كل التوابل اللي انا قلت لكم عليها، البصل باودر، توم باودر، فلفل اسود، وكمان البيكنج باودر، وهحط عليه شويه ملح. خلاص شويه ملح صغننين كده اهو، وبعدين هخلط المكونات كلها وهقسمها نصين. هقسمها ايه؟ نصين. نص هحطه على الدقيق ده اهو، بس هتوصى بيه شويه يعني اهو، دافع من تحت الترابيزه. وده هحط فيه برضو بقيه الحاجات اللي عندي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ ادي قلبنا بقى الدقيق اهو اهو، والزيت شغال معايا على النار. خلاص اهو اهو، وهقلب كمان
التتبيله دي. الو ام خوخه معايا؟ ايوه حبيبتي. ازيك يا سولي؟ ازيك يا نور؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك؟ منوره الدنيا والله. معرفش اعمل تشيكن ستريبس زيك. فرحانه خالص والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. يوفقك يا حبيبتي، تستاهلي كل خير. ما تحرمش منك ابدا يا قلب اختك يا رب. ما تحرمش منك ابدا. منوره الشاشه. ربنا يخليك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ومن اتصالك ابدا. حبيبتي ربنا يخليكي، وسعيده جدا بسماع صوتك يا حبيبتي. كل حاجه بتعمليها ربنا يخليكي يا سوس. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ما تحرمش منك يا قلب اختك يا رب. انا عملت ايه بقى؟ قطعت بقى صدر الفرخه اهو لشرايح طويله زي ما انت شايفه كده اهو. خلاص هاخد واحد كمان اهو. في هنا حته كده اسمها موزه او في لهايه اهو، بتبقى في الفرخه كده اهو. ممكن نعملها كده، نقسمها اتنين كده اهو، وهنجيب دي وهنقسم بالطول كده اهي. عايزه كمان ترفعيها شويه، انا الصدر بتاعي مش ايه يعني، ما هوش تخين قوي يستدعي ان انا اقسمه نصين. هو كده حلو جدا وهيستوي، لان الفراخ كمان ما بتاخدش وقت. عايزه تقسميها اتنين مفيش مشكله، ممكن تعمليها كده وتقسميها اتنين اهو. خلاص اهو. وبعد كده هبدا بقى ايه، احط البهارات. اميره ازيك يا اميره؟ ازيك يا شيخ؟ عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله يا شيخ. حبيبتي ما تحرمش منك ابدا. ايه الجمال ده اللي شايفينه؟ ربنا يخليك يا حبيبتي، ما تحرمش منك يا اميره. شكرا لاتصالك يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يخليك يا اميره. ليكي اي سؤال يا حبيبتي؟ انا ممكن بلح الشام؟ نعم بلح الشام. بلح الشام، حاضر. عينيا الاثنين، احلى بلح الشام عشان اميره. حاضر كده. ايه عملنا ال الميه طبعا بتغلي معايا اهي، وطبعا هستنى خالص. كل ده بيدي تسويه للثاني العصفور، وبيدي تسويه للصدور بتاعتي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنتبل الفراخ، بس بعد الفاصل هرجع اتبلها معاكم واشوفكم بعد الفاصل. ما تروحوش في اي حته. وعد الخلنوسة نزلت يلا، وعد الخلنوسة نزلت يلا. للأكلات البدوي، للأكلات البدوي، للأكلات البدوي، والأكلات البدوي. خلوا العنوان على أرض مفتاح بجوار النبع اللي جديد. خلوا العنوان على أرض مفتاح بجوار النبع اللي جديد. توصيل الطلبات مجانا كمان. رجعنا تاني من الفاصل، وكنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول ان احنا عندنا الستريبس عملنا له التقطيع الحلوه دي اللي هنسويه بيها وكده. انا استكفيت بدول اهم، وهقطع كمان واحده يلا علشان الحبايب اهو على السريع كده اهو. خلاص تمام. التتبيله اللي انا تبلت بيها الدقيق اللي معايا هي نفس التتبيله اللي هتبل بيها الفراخ، بس كده بسيطه خالص. التتبيله اللي هي عباره عن بصل بودر، توم بودر، فلفل اسود، ملح، بس من غير البيكنج بودر اهم. هقلبهم كده وهنزل عليهم بالفراخ، ولا هنزل بيهم على الفراخ. خلاص تبلهم كده تتبيله حلوه اهو. طبعا لو بيتيهم في التتبيله افضل كتير. خلاص ميه بصل كمان لو حبيتي مفيش مشكله، بس انا عندي بصل بودر، توم بودر، وعندي الملح والفلفل وكده. انا بتبلك تتبيله والله بسيطه جدا جدا جدا. هحط بس شويه ميه اهي علشان خاطر اشوف هعمل ايه. خلاص كده اهو اهو تمام. وبعد كده هحط شويه ميه عندي على الدقيق بتاعي اهو، عشان هحط هنا وهنزل في الزيت. الو ازيك يا حنان؟ حنان معايا؟ يا حنان، يا حنان راحت. حنان
اتصلي بينا تاني يا حنان. انا عندي هنا بقى معلقتين نشا، معلقتين نشا دول هما اللي هيدوني القرمشه مع التشيكن ستريبس او بانيه اي حاجه. معايا حنان رجعت تاني. الو، ازيك يا حنون؟ الحمد لله. ايه عامله يا شيخ؟ عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. ايه رايك في اللي احنا بنعمله ده؟ لا بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا حنان. كله تمام كده؟ عايزه طريقه عامل الشوكولاته بس دي محتاجاها ضرر والله. حاضر، عينيا يا حنون. ايه هو موصيكي قبل ما ينزل يا اختي ولا ايه؟ بتوصفها لي ازاي؟ ماشي؟ حاضر، عينيا الاثنين اوصفها لك. احلى شوكولاته. حاضر، عينيا ليك يا حنون، وشكرا على اتصالك يا حبيبه قلبي. انا عملت ايه بقى؟ اخدت التشيكن ستريبس اللي هي الصدور اللي احنا قطعناها اهي، هعملها كده. عايزين الطبقه تبقى زياده شويه، هنرجع نحطها في الميه دي اللي احنا عملناها اللي هو التتبيله الحلوه الجميله اللي هي بيها الدقيق وبيها اهي، هرجع بيها تاني وهرجع احطها هنا تاني اهي اهي. خلاص، ونرجع نعملها كده تاني وهكذا لغايه ما نخلص كل الكميه اللي عندي اهي. خلاص كده، طريقه سهله خالص، وممكن تقدري تعملي بيها البانيه نفس الطريقه، ولو عملتيها بميه البصل جميل جدا وتبيتيها في التلاجة، كل ما الحاجه باتت متبله كل ما بقت احلى كتير. خلاص انا اقلع جوانتي ده اهو، والبس واحد تاني اهو. خلاص، جميل جدا، سهله خالص خالص خالص. انا شايفه ان فيهم واحده كده ايه بتهرب مني اهي، احطها تاني بمنتهى البساطه. طب هعمل ايه بقى؟ هجيب مصفى عندي اهي وهحط فيها، البس جوانتي الاول بس اهو. داليا، ازيك يا دودو؟ ازيك يا شيف نوسة؟ عامله ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ حبيبتي تسلمي يا دودو، تسلمي يا حبيبتي. حاضر، تسلم ايديك يا شيف نوسة. ربنا يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا رب. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله دايما يا رب. تأمريني. عاوز اعرف طريقه عمل الممبار. حاضر، اسهل حاجه الممبار اللي الناس كلها بتقول عليه صعب وكده، هنعمله بطريقه سهله ان شاء الله وعملي كمان، عشان الممبار فيه تكات لازم تتعرف ولازم تتعمل قدامك علشان خاطر تعرفيها. بصي بقى، لما انا هزيت كده بالمصفى دي عملت لي تعريجات كده، هنشوفها في التحمير. خلاص اهي، ممكن تقدري تعمليها كده او تنفضيها بايديكي اهي، دي كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطها في الزيت، والزيت طبعا يبقى غزير كده ويبقى مالي مركز الحله اللي هو فيها. انا عاملاه طبعا في حله، ما رضيتش اعمله في طاسه علشان خاطر طبعا ده، بصي ده كل ما يفضل في الدقيق يعمل كلاكيع كده في الدقيق، ملهاش اي 30 لازمه، لازم كل ماذا تنضفيها علشان خاطر الحاجات دي بترجع تلزق في الطاسه وبتخلي الزيت مش نظيف ابدا ومش حلو ومش هيعجبك ويطلع الحاجه محروقه. خلاص، خليها هنا جنبي وابدا بقى ايه اشوف الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي اتحمرت معايا حلو جدا، واجيب طبق. الطبق اهو، بسم الله. وابدا بقى ايه اقلب التشيكن ستريبس معايا، صوابع الفراخ يعني اهو. احنا كده لازم نقول على كل حاجه مصطلح غريب كده مش عارفه ليه، وجرين برجر ليه مش عارفه والله. والنبي قال لنا قيمه الاكل بصراحه، خلينا الاكل حتى ما فيهوش لا بركه ولا طعم. بصي بقى، تطلع الفراخ علشان كمان تبقى الفراخ مقرمشه، مش لازم ابدا تطلعيها على مناديل عشان تشفط الزيت والحاجات دي،
لو انت مضطره ممكن تصفيها بمصفى مده حلوه وتسيبيها بس من غير مناديل، لان المناديل بتطري حته الفراخ معايا، يعني دقيقه واحده في الطبق بتبصي تلاقيها طريت معاكي خالص، مش هينفع كده خالص. اهي انت بتصفيها، بتحاولي تصفيها كويس جدا اهو، وبتتقدم بقى مع رز الريزو، مع رز بسمتي اصفر، مع اللي هو بالكاري. عايزه تقدميها مع رز محمر، والله بحبها جدا بالرز المحمر، رز بالشعريه حلوه جدا اهو. وهبدا ان انا احط الباقي اهو، طب ما تيجي نروح فاصل بقى على بال ما نخلص المجموعه اللي معانا دي كده، وهنروح لفاصل بس ما تروحوش في اي حته، انا مستنياكم. فاصل علشان ما اطولش عليكم. طبعا هشتغل بقى، احط ايه، احط الحاجه بتاعتي في الطاجن على بال ما اللي في النار ده يخلص اهو، وهدخله بقى على الفرن ياخد التسويه من فوق اهو. اعملها ازاي اهو؟ كده الفراخ بتاعتي خلاص تعتبر اخدت سوا كويس جدا، وهدخلها بقى الفرن علشان تاخد وش حلو كده. اهو، وبعدين هبدأ بقى ان انا احط الطاجن بتاعي في الفرن خلاص بمنتهى البساطة اهو. خد يا حسن، نقول بقى الحسن كده ايه، خد يا حسن ده حطهولي بقى ايه في الفرن. يبقى حطينا الطاجن بتاعنا في الفرن خلاص، ونضف مكاني كده الطاجن في الفرن بقى. يلا
وهنحط بقى الطاجن. خلاص كده حطينا الطاجن في الفرن تمام، وابدا اطلع التشيكن ستريبس اللي معايا لسه شويه، عايزاها كمان حمراء علشان تبقى كلها نفس الدرجه. الو ملك. الو ازيك يا ملك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. انت كويسه؟ انت في سنه كام؟ الحمد لله. سنه كام؟ ما شاء الله، ده انت بقيتي عروسه ما شاء الله. انت بتحبي تساعدي ماما في المطبخ ولا لا؟ اه. طيب بتحبي تاكلي ايه؟ بحب اكل المكرونه بالبشاميل ورعب اللحمه، وبحب حضرتك قوي يا حبيبتي. ما تحرمش منك وانا بموت فيكي، ما تحرمش منك يا ملوكه. بتحبي الفراخ تعمليها بالطريقه دي كده انت وماما؟ تجربيها يعني، جربيها كده، جربي الفراخ دي كده هتلاقيها تعجبك قوي. ماشي. عايزه اعمل اهداء لاخواتي. اعملي يا حبيبتي اهداء لاخواتك، اتفضلي. عايزه اسلم على رنا، وعايزه اسلم على رنا، وعايزه اسلم على ندى وماما وبابا. ما شاء الله، ربنا يخلي بابا وماما يا رب، ربنا يخليهم لك ويخلي لك اخواتك ويخليكي ليهم يا حبيبتي. خلاص انا بقى مش هكمل دول كده، كفايه قوي. وكده هبدا بقى ايه ان انا اعمل. خلاص اقدم بقى في الطبق بتاعي التشيكن ستريبس بتاعتي. بس ايه، هشوف دي الاول كده اخبارها ايه. اهو بصي، طول ما هي مسكت في مع نفسها كده في الزيت تقلبي، ما مسكتش ما تجيش يمها، علشان الطبقه اللي فوق دي ممكن تخرج من عليها و يعني مش هتبقى كويسه، هتطير منك في الزيت خالص. خلاص اهو ادي التشيكن ستريبس على السريع كده. طبعا الوقت مش مساعدني ابدا. اهو ادي التشيكن ستريبس، انا مقدماه طبعا مع رز بسمتي اصفر، انا عاملاه من قبل كده كمان. اهو حلو جدا. وكمان هعمل ايه، هعمل ورديه صغنونه كده علشان اهي، باجي مقطعه عشان ما نوقعش كده على الترابيزه. اهو معانا اتصال من لمياء. الو. الو ازيك يا لولو؟ اهلا، ازيك يا شيف؟ عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله يا شيف. كله تمام؟ تمام برضو كده يا شيف. بتقولي ايه؟ مستمعاكي يا لمياء؟ برضو كده تجوعيني يا شيف. حبيبتي ما تحرمش منك يا رب، اكون انا بس بعرف اعمل اي حاجه. جوحتينا قوي قوي، عمالين مسربعيني والله. حبيبتي نستناكي بقى في مطعم الخاله نوسه في تسوق. نعم؟ نستناكي في مطعم الخاله نوسه في تسوق ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. ان شاء الله، تنوريني يا حبيبتي وتشرفيني. شكرا يا خاله نوسه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي، وشكرا لاتصالك يا لولو، متحرمش منك يا حبيبتي يا رب. وكمان علشان بقى ايه نكمل يعني نعمل بقى ورده، لازم لها حاجه اخضره تتحط كده، حاجه بسيطه خالص اهو، كانك انت واقفه في المطبخ بتعملي الاكله. وعلى فكره التزيين بتاع الاكله بيفرق جدا 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 مع الطبق. طبق يعني، شوفي الطبق كان شكله عامل ازاي، دلوقتي بقى عامل ازاي، مع حاجه بسيطه خالص، ده حته طماطمايه مش كتير، وحاجه بسيطه جدا يعني موجوده معاكي في الطبق في المطبخ. اهو انا كده ايه، خلاص اهو ادي الطبق، اشيل الحاجه اللي جنبي دي وانضف الترابيزه بتاعتي علشان ابدا اعمل الايه، الجلاش. صينيه جلاش بقى حلوه جدا بالكنافه، صينيه جلاش بالكنافه. طب هنعمل ايه؟ انا طبعا محمره الكنافه، لان طبعا وقتي صعب جدا جدا، مش قادره، انا عايزه اعمل لكم حاجات كتير قوي والله،
بس الوقت صعب جدا. طب هنعمل ايه بقى؟ انا جبت كنافه حوالي ربع كيلو كنافه، ورحت محمرها في الفرن بمعلقه سمنه كده، وخليتها عامله زي ما انت شايفه كده اهي، تمام. وهبدا دلوقتي قدامك نعملها سوا، ونشوف هنعملها ازاي بطريقه بسيطه خالص وجميله جدا جدا، وهتعجبك قوي، سهله قوي وتغيير يعني. طبعا انا بنزل اجيب لفه الكلاش، يعني مش غاليه قوي، هي ب 4 جنيه تقريبا ماشي، وبجيب ربع كيلو كنافه حوالي ب 5 جنيه، والحلو اللي عملناه كله يعني ما يكلفنيش حتى 15 20 جنيه، وعملت حاجه حلوه بايدي وعملتها لاولادي وبنفسي، وبتعمليها بحب بقى اهو كده. ايه، انا هسيب بقى الحبه دول عشان انا كنت وطيت عليهم شويه، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص اهو، انا عندي صينيه زي دي كده، وعندي لفه الجلاش اهي زي ما انت عارفه، الجلاش اللي بنشتريه من السوبر ماركت العادي خالص، اللي بنعمل منه ساعات سمبوسه، نعمل منه صينيه رقاق اللي الناس بتحبها بصينيه الرقاق اهو. افتح بس دي كده اللزقه دي، خلاص اهي، دي صينيه الجلاش، سهله خالص. اعتبري نفسك في البيت، انا بعتبر هنا نفسي ان انا في البيت، حتى لو غلطت في اي حاجه انا كاني في البيت بالظبط. لا هتصنع قدام الكاميرا ولا اقول لك مش عارفه عملت ايه وايه، لا خالص والله. اهو انا بجيب اتنين مع بعض، يعني ورقتين مع بعض علشان تبقى الورقه بتاعتي محمله. هجيب الفرشه بتاعتي وزبده اهي، الزبده بتاعتي اهي، طبعا عشان التكييف الزبده مش عايزه اقول لك، الزبده بتاعتي بردت جدا جدا جدا، مسكت في بعضيها كلبشت. وعلشان الوقت هنشوف الطريقه بتاعتها بمنتهى السهوله، خالص 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 خالص، يعني عايزاكي ما تعقديش نفسك ابدا. انا بقى بعد ما حمرت الكنافه عملتها بالطريقه دي اهي، لو الكاميرا جايباها اهو، حمرت الكنافه بتاعتي وفرتكتها بالطريقه دي اهي، ما حطيتش عليها ولا سكر ولا حطيت عليها اي حاجه. احنا هنعمل لها سيرب اللي هو كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، وعليهم عصره ليمونه، ومعلقه في الاخر خالص بعد ما تغلي هحط معلقه عسل كلوكوز عشان يخلي العسل يبقى طريقته حلوه، وزي المصانع على فكره هي دي العسل الكلوكوز ده هو اللي بيخلي الحاجه زي الجاهزه، تديها طعم مختلف سنه كده ماشي. انا هعمل ايه بقى اهي، لفتها كده، هلف واحده كمان، يبقى خلاص احنا شفنا عملنا ايه. انا جبت ورقتين اهم، دي تخينه شويه دي فيها ورقه زياده، بلاشها دي اهي، يبقى انا معايا ورقتين اهم بسيطه خالص اهي، تمام. وبدهن حرف الجلاش عندي بالطريقه دي كده، يبقى بص على الفرن كده يا حسن اهو، وباجي جايبه كده. ممكن كمان تعمليها بدقيق البسبوسه، بتحمريه برده، تحطي له شويه سكر، وتعملي نفس الطريقه دي، تبقى محشيه بسبوسه، تبقى جلاش ومحشي بالبسبوسه، سهله جدا وحلوه جدا وما كلفتنيش حاجه اهو بالطريقه دي كده. وكده هكمل ايه الصينيه كلها. طبعا انا هدهن كمان اهو اهو، ادهن بالزبده بتاعتي. يبقى فهمنا الطريقه، هقولها تاني. صينيه دهنتها زبده اهو، عايزه تدهني سمنه تهني براحتك، عايزه تدهني زيت نباتي، زيت عباد، زيت اي حاجه، مفيش مشكله، تمام اهو. بعمل كده اهو، وبحاول اهو على الحرف كده احط الايه الكنافه بتاعتي زي الفل والقشطه اهو، وبلمها كده اهو. وطبعا انا مش هكمل بقى علشان الوقت ضيق جدا، اجيب الفوطه بس امسح مكاني كده
اهو هشيل كل الحاجات دي واشيل الحاجات دي كلها واطلع بقى اللي على النار عشان برضو نبقى ايه واخدين بالنا من كل حاجة. اهو طبعا اللي منشف الستريبس كده اللي هو ايه معلقة النشا واللي مخليها طبقتها مش يعني ماسكة وحلوة كده وشوفي شكلها اهو بالقشرة بتاعتها ولا اجدحها محل بقى زي ما انتوا عارفين اهو ما شاء الله جميلة جدا 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 وسهلة وما خدتش مننا حاجة اهو اهو حلوه جدا واطلع بقى ايه خليها تعالي يا حسن حطها لي هنا ماشي اهو خلاص ما شاء الله كده يبقى خلصنا الطبق ده اهو افصل بقى خلاص مش عايزه اي حاجه من هنا وهاجي مقطعه معلش انا اسفه انا حطيت ال اهو هسويها كده هقطع الحته دي كده طبعا انت عندك صينيه زي ما هي مقاس الجلاش حطي براحتك اهي بس طبعا عشان الصينيه اللي معايا مش قدها اهي سهله خالص سهله جدا جدا واي بنوته صغنونه تقدر تعملها تبدا تخش تعمل حلويات تعمل حاجه زي كده اهو تمام بصي كده الطبقات دي بقى بعد ما تطلع اهي شوفي جميله قد ايه وفيها بقى الطبقه دي هتشوفيها دلوقتي طبعا انا عامله نسخه عشان برضو عارفه ان انا هتزنق تمام اهو كده كده خلاص انا مش محتاجه ده خالص فين الفوطه بتاعتي انضف مكاني كده اهو فين نجيب الفوطه دي بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنحط بقى الطاجن ده كده طبعا ملحقش ياخد وش قوي لكن هعمل ايه الوقت ضيق جدا ومصربع عيني خلاص اهو كده نشيل كل الحاجات دي نشيل الحاجات اللي حواليا كله تمام ونشيل ده كمان اهو كنت طبعا عايزه اعمل لكم طبق سلطه بس برضو مش هلحق كده تمام آه طبعا ادي التشيكن ستريبس ودي طبعا هتندهن من الوش بقى كمان اهو ماشي هتهنها من وشها كده وهحطها في الفرن تاخد لون جميل كده اهو بالطريقه دي كده اهي يبقى عملنا الكنافه وحشيناها جوه الجلاش وقطعناه وهندخله الفرن ياخد لون وهطلع لفاصل صغنون قد كده ونرجع نشوف احنا عملنا ايه في اطباقنا النهارده ما تروحوش في اي حته ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنقول بسرعه كده عملنا ايه عملنا النهارده تشيكن ستريبس ومقدمينه مع رز البسمتي وعملنا طاجن لسان العصفور بالفراخ تعمليها باي قطع مش محدده ابدا وعملنا العسل بتاعنا هوت هنحطه بقى على الجلاش اللي عملناه بطريقه جميله جدا جدا وهتعجبك
وسهله جدا والله. تمام، لو دقتيها والله مش هت خلاص، هو الحلو بتاع البيت ده. خلاص شوفي زي ما انت شايفه كده اهو، لو الكاميرا تجيبه معايا بصي قد ايه جميل اهو، حلو جدا. وكمان اهو، ها تمام كده اهو، حلو قوي. خلاص اهو، وكمان عملنا الكاتشب، وهبقى اعمل لكم حلقه ان شاء الله على الكاتشب، ويا رب ان شاء الله اكون قدرت يعني ها قدرت اوصل اي حاجه على السريع والدربكه اللي انا فيها. وان شاء الله يا رب ما تكونش ان شاء الله اخر حلقه، واشوفكم ان شاء الله على خير، فدتكم بعافيه.